هذه أجوبة لقضايا. مسألة أن الإنسان في كثير من الأحيان يحاول أن يتوب أو يرجع إلى الله أو يحاول أن يصلح من حاله، يستعمل أساليب رأوا يعجز عنها الإنسان، عن مواجهة الإنسان، ثم يفشل في هذا. قد يفتي بجواز هذا وعدم جوازه، قد يفتي بصحة هذا أو عدم صحته، وهو لا يملك آليات هذا العلم. في أجندات خارجية ودول تحاول أن تمول هذا الإعلام وبالتالي توجهه، وهذا سبب عدم نجاحها. كل مؤسسة لابد أن تكون لها أجندة، صناعة أسئلة في أذهان الناس ومحاولة تلبية هذه الأسئلة. الإعلامي في الاتجاه المعاكس رغب يقلب الأدمغة يا شيخ. إنسان غير المتخصص الذي لم يدرس الفقه ولم يتخصص فيه ولم يتبحر في علومه، طبعا أولا هذا ليس عيبا. تساؤلات جديدة وضيف جديد بحوار حر ونقاش فيما أحكمه الإلباس ونصحح ما شاء.